هذه 5 شهور بالتقرير منذ بداية العدوان. منذ بداية العدوان على الفلسطينيين. مجلس الأمن كان فاشل أول مرة بإعاز من الجزائر، وبالأخص بمساعدة أشقائنا الأفارقة. ما ننساش اللي كنا تكلمنا في الموضوع مع سيراليون، مع موزمبيق، مع البيرو، مع لما جاو هنا تاع الغاز، تفاهمنا كاع على أساس باش تكون القارات 5 تكون متفقة على شيء تحت إعاز، يعني بإعاز من الجزائر بالطبع. يعني احنا نمثلوا مثلنا العرب وجزء من أفارقيا. أعتقد أنه انتصار للحق قبل ما يكون انتصار للجزائر ولا لإفريقيا ولا العالم العربي، وانتصار للحق ضد الباطل. لأن مهما كان الحال، مهما كانت الأسباب والمسببات، ما فيش جريمة أبشع من أنك تطلق قنبلة توزن 10 قناطر طن كامل على سكانات وعلى مدنيين أبرياء، على مدنيين إن طن. يعني تجويع، غلق المستشفيات، هجوم على المستشفيات. يعني البشرية ما شافتش هذا الشيء من الحرب العالمية الأولى. فيه نزاعات هنا وهيه وكذا، ولكن بهذا الشكل وبهذه البشاعة وبهذا الحجم ما فيش. لازم الضمير تاع الإنسانية كله يتحرك. شنو الشيء ماشي قضية تاع عرب بين عرب ولا كذا ولا هذه بشر.